بالعودة لدكتور محمد عز العرب، دكتور محمد، ما هو الشكل الأنسب والأكثر قابلية للتنفيذ، ليس من وجهة النظر الأمريكية ولا الإسرائيلية ولا حتى الفلسطينية أو العربية، الأكثر قابلية للتنفيذ فيما يتعلق باليوم التالي للحرب على قطاع غزة؟ يعني شوية ما نقدرش نقول إيه هو الشكل الأنسب في ظل استمرار اليوم اللاحق على اليوم التالي. هناك تعقيد كبير، لأن هناك سؤال كبير، ما هو ربما الشكل؟ يعني دكتور محمد، ما يجعل هذا اليوم اللاحق مستمر ولا ينتهي هو عدم وجود رؤية واضحة فيما يتعلق باليوم التالي، أحد أهم الأسباب كما تعلم. نعم، بالفعل. ولو تتذكر حضرتك يا أستاذ أحمد، إن كان هناك انشغال أمريكي أوروبي في الأسبوع الثالث أو الرابع خلال اشتعال بدايات الحرب لها. لكن اللي عايز اقوله، اول حاجة ان يكون ادارة هذا القطاع ادارة فلسطينية بحتة، وهو ما كانت تؤكد عليه مصر، الا يكون هناك تواجد اسرائيلي نهائي، لان ده هيدي مساحة لعودة لحرب غزة ليست خامسة وإنما سادسة وسابعة، وإنما لابد أن تكون الإدارة هذا القطاع إدارة على المستوى الخدمي، إدارة على المستوى الأمني من جانب الفلسطينيين. وهنا أتحدث عن بدرجة أساسية على إعادة تأهيل السلطة الوطنية الفلسطينية بدرجة كبيرة، لأنها يفترض هي قوات الأمن الفلسطينية، وأن موظفي الفلسطينيين وخاصة من جانب فتح أو غيرها من حركات المقاومة يابد أن تكون ممثلة. لكن يظل العائق مرتبط بوجود حماس، اللي من وجهة نظري سيكون هناك صعوبة في تمثيله سواء من جانب الإسرائيليين أو من جانب الأمريكان، وبالتالي لابد أن تكون المرجعية للسلطة الوطنية الفلسطينية والكتلة الرئيسية الداعمة لها عبر حركة فتح بدرجة كبيرة. هذه واحدة. النقطة الثانية، قد يكون هناك قوات معاونة لها لا يتم حسمها أو طبيعتها، يتم الحديث عن قوات أوروبية والتي كانت تدير هذا المعبر في عام 2005، مدعومة بقوات أممية من الأمم المتحدة وحتى وجود قوات عربية، وطرحت مناقشات لم يتم الحسم بشأنها من جانب مشاركة بعض الدول العربية سواء بالنسبة لمصر أو دولة الإمارات أو غيرها مثل المغرب، لكن لم يتم الحسم بشأنها بدرجة كبيرة. النقطة الثالثة، وهي ضرورة أن يكون هناك ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية لعدم معاودة إسرائيل والارتداد مرة أخرى لما تفعله في حال سقوط المدافع، لأن الخبرة ما بين حماس من جانب وإسرائيل من جانب آخر، إن إسرائيل في اتفاق التهدئة الأول الذي حرس في العام الماضي وبقى على قيد الحياة 6 أيام، بمجرد أن انتهت المدة 6 أيام عاولت إسرائيل مرة أخرى القوة العسكرية على نحو يجعل أن ليس لديها أي خيارات سوى ممارسة القوة الباطشة بدرجة كبيرة. هناك أيضا سؤال يرتبط في اليوم التالي، وهي تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة. هذه ستكون تكلفة كبيرة للغاية، تحتاج إلى أموال طائلة، ليس هناك تقدير تقريبي حقيقي، لكنها تحتاج إلى مليارات عديدة، مرهوم بخطة بمدايات زمنية طويلة، لأن ما جرى في القطاع وتدمير البنية التحتية، القطاعات الخدمية مرتبطة بقطاع التعليم، قطاع الصحة، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، نحن إزاء كارثة ممتدة
من المتعذر تجاوزها مدى زمني قصير. مين اللي هيدفع هذه التكلفة؟ الإسرائيليين شايفين اللي ممكن اللي يتحملها بدرجة أساسية هما دول الخليج. وإن دولة مثل قطر، دولة مثل دولة الإمارات، دولة زي المملكة العربية السعودية يمكن أن تقوم بذلك، لكن في ظل الأوضاع الضاغطة على هذه الدول وإن عدم قدرة المؤسسات الدولية، البنك الدولي على سبيل المثال أو غيره، على دخوله في ظل هذه التكلفة الكبيرة، تجعل أن مسألة إعادة الإعمار وإعادة البناء تحتاج إلى أشواط وسنوات طويلة لإعادة تعافي القطاع مرة أخرى. نعم. بالعودة